مش كده، انت بتنفعلي جدا باللي انت بتعمليه. هل مودك بيتغير لما بتعزفي؟ يعني مثلا تكوني مره متضايقه واول ما تقعدي تعزفي بيتغير مودك للاحسن؟ هو مش بيتغير، هو بيتغير بان انا مش ببقى متضايقه فبعزف ببقى احسن، لا، هو لو انا جوايا اي مشاعر انا بطلعها هنا، فده يمكن ده مكان الفضفضه بتاعي، يعني مش بروح لحد اقعد احكي او بكلم حد اقعد في حاجه مضايقاني، بقعد اعزف بحس ان انا خلاص انا اتكلمت، يعني انا ارتحت فخلاص. يعني وانتي قاعده في البيت كده لوحدك ساعات تقومي تعزفي كده؟ على طول على طول، يعني مبسوطه فرحانه متضايقه قلقانه من حاجه زهقانه اي حاجه، خلاص بيخرجك عن هو ده. المود الوحش؟ طبعا، او بفرغ فيه الطاقه، مش بيخرجني هو، بس بفرغ فيه الطاقه اللي هو اكني قعدت حكيت بقى كل اللي ما هو مضايقني. تفريغ الطاقه يعني بتطلعي حاجه فعلا. بتغير لك مودك. يعني الواحد بيرتاح بعديها شويه بقى، خلاص اللي هو حاسس ان هو تمام بقى احسن يعني. طب انت لما بتروحي حفلات يا اميره وبتبقي مثلا، يعني ممكن فينا بني ادمين يبقوا نازلين للشغل ما لهمش نفس يشتغلوا النهارده، يعني في التمثيل مثلا، في الغنى، في العزف، لا هل عكس بتصادفك الحكايه دي؟ يعني ممكن اي حاجه تانية ماليش نفس، بس حاجه فيها تشيلو لا على طول بقى، يعني هو انا عارفه ان هو ده، انا لو عزفت شويه هروح مبسوطه فخلاص بقى، يعني مش عمري ما يجي حاجه فيها تشيلو او فيها عزف والاقي نفسي لا ماليش مزاج، ما بتحصلش يعني. او انت نازله كده ما تبقيش عندك رغبه ان انت تنزلي النهارده تعزفي، بس طالما عزفت خلاص انا بقيت كويسه يعني. لكن وانت رايحه لا، وانا رايحه انا عارفه ان انا رايحه اعزف، فدي لوحدها اصلا ماديه بتبسطك. حافز. يعني حتى لو انا مودي وحش ومش قادره انزل، مش قادره البس، ومش عايزه اروح في مشوار، بس لا انا رايحه لفين؟ رايحه اعزف، فخلاص لا هقوم. لو رايحه حاجه تانية ما بقومش بصراحه يعني. طيب انت معاكي في البيت، انت متزوجه يا اميره؟ الحمد لله. ربنا يهنيك يا رب. وعندك اولاد؟ عندي فريده ومراد. فريده ومراد. مراد ده اسم موسيقي برضو. هما الاثنين طيب، اسامي قديمه كده، انا بحب الاسامي العتيقه شويه. طيب عندهم كام سنه يا اميره؟ فريده 12 سنه ومراد 9 سنين. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك يا رب ويخليكي يا ليهم، رب ودايما نشوفك كده متالقه يا رب وسعيده في حياتك وبعزفك، امين يا رب. واحنا كمان نبقى سعداء سعداء جدا بعزفك الجميل ده يا اميره. انت شرفتينا ميرسي وحقيقي والله، بتمنى لك كل التوفيق. ميرسي، انا اتبسطت مع حضرتك جدا، وانبسطت ان انا شفت حضرتك ميرسي والله. يا حبيبتي، ميرسي ربنا يا يخليكي. حبيبتي، دلوقتي نروح لفاصل ونرجع لكم تاني، استنوا.